في حال فوز النادي الاهلي ما بين اسمين ثلاثه، يعني كل متوقع محمد مجدي قفشه وتوقعه محمد شريف، ده جاي كابتن هاخد الاسمين دول واتكلم مع حضراتكم فيه على المستوى الفني. هبدا بالكابتن عادل، مستوى محمد شريف ومجدي قفشه في الفترات الاخيره ما شاء الله في تالق مستمر، هل ده يدعو خلاص لعمليه تثبيت محمد شريف كراس حربه ويبدا عمليه الروتيشن باجزاء من المباراه بالنسبه لمروان ووالتر بوالي على مستوى قفشه؟ ايه رايك في اداء قفشه في الفترات اللي فاتت، وازاي ان شاء الله يستمر بهذا الاداء لفترات طويله؟ يعني ما فيش شك طبعا شريف لما اخذ ابتدى يبقى في نوع من انواع الثقه اللي كانت مفقوده، وبعدين كونه بيمضي عقد لمده طويله اداله نوع من الاستقرار، نوع من الهدوء، نوع من الطمانينه، الثقه طبعا، التقدير المادي اللي شافه من غير ما يطلب، دي كلها امور بتخلي اللاعب يبقى عايش حياه مستقره يقدر ان هو يؤدي. قفشة طبعا ربنا بيوفقه في حالات كتيرة جدا وفي أهداف مؤثرة، وبالتالي أنا شايف أنه مش الاتنين، لأنه من عبقرية كرة القدم وعبقرية المدير الفني أنه ما يبقاش عندي حد بس بيجيب الأهداف، دايما يبقى الفريق كله معرض أنه يجيب أهداف. في نقطة أنا مش عايز أتعدي واللي أنت كنت بتكلموا فيها قبل، اتفضل يا جماعة، لو تفتكر كابتن هاني وكابتن ماهر وطبعا سهام قبليكم، كلك ذوق حبيبي، كان الزمالك لما بيلعب يجيب فرق من اوروبا كان ياخد كابتن صالح، كابتن طارق، كابتن عادل هيكل يلعب مع توتنهام، اتلعب كذا ماتش وكانوا بياخدوا من الاهلي، وكان بيتلعب الماتشات دي في ملعب نادي الزمالك. في الجيل بتاعنا في الايام برضو المجهود الحربي عملنا منتخب اهلي وزمالك ضد المانيا الشرقيه، وكان الكابتن عبده وحلمي زموره هما الاثنين بيقودوا المباراه، بياخد خمسه من الاهلي وخمسه من الزمالك، وبنلعب في ملعب النادي الاهلي الجيم، وعلى طول الموضوع ده كان بيتعمل. اهلي واسماعيلي ضد سراييفو في ملعب النادي الاهلي، الناس اللي هي متعصبه والناس اللي هي عماله تسخن جمهور الاهلي على الاسماعيلي والاسماعيلي على الاهلي، كان النادي الاهلي بيلعب مع الاسماعيلي تيم واحد ضد فرق اجنبيه جايه من بره. صحيح. فدي حته لازم رساله من قناه الاهلي والبيت الكبير بنوصلها لكل جمهور مصر. الرياضه هي شرف وامانه. صحيح. واخلاق. صحيح. فالحته دي يعني ما تغيبش عننا. الحاجه الثانيه برضو تكمله للسؤال، انا بعتقد انه الثقه اللي جايه من الجمهور لشريف وقفشه نتيجة الأهداف الحلوة اللي هما بيجيبوها وأهداف مؤثرة.